الحلقة بقى بتبتدي واحنا بنشوف مورديكاي وريجبي هما بيكونوا ماسكين صورة لبينسون، وبيبتدي بقى الواد ريجبي يقول لمورديكاي انا عايز اشوف الصورة يلا افتحها. بيقرروا انهم فعلا يفتحوا الصورة، ولكن مورديكاي بيقعد يقول له خلي بالك يا ريجبي من اللي انت ماسكه في ايدك ده. صبا بيقول له ما تخافش انا ماسكها كويس، ولكن بتطير من ايده وبتقع في الصورة وبتقعد تتزحلق جواها. وبنكتشف بعد كده ان الصورة كلها بتبقى متلحوسة بالعسل بتاع ريجبي. الواد مورديكاي بقى بيقرر ان هو يرسم صورة بينسون تاني. عمك مورديكاي بقى بيقعد يرسم ويتفنن، ولكن بيكتشف ان هو حته فنان فاشل وهي دي الصورة المعفنة اللي طلعت معاه. ولكن ريجبي بقى بيجي لمورديكاي وبيقول له انا جبت شويه صور لبينسون، وبيقول له بقى حاول تبص على الصور دي وحاول ترسم الرسمه صح. ففعلا بقى عمك مورديكاي بيحاول تاني، ولكن في الاخر بتطلع رسمه معفنه تاني. مورديكاي وريجبي وهما الاثنين بيقعدوا يتخانقوا زي المتخلفين، فده بيتسبب في ان الجهاز اللي بيبقى فيه صور بينسون بيولع، وبيأدي كمان ان في شخصيات عجيبه كده من بينسون بتقعد تتخانق معاهم. ولكن يعني الحمد لله مورديكاي وريجبي بيقدروا يخلصوا عليهم كلهم. في الاخر يعني مورديكاي بيقدر يرسم الصوره المعفنه دي. على العاده بينسون بيكون خلاص